طب خلونا في بداية الأمر نرحب بالمحامي جورج فريد نيكولا المحامي بالنقد. مساء الخير أستاذ جورج. مساء النور. الموضوع المثار للجدل خلال هذا الأسبوع الطفل شنودة. شنودة تم أخذه من والديه علشان قوانين خاصة بالطفولة ووزارة التضامن ترفض وجوده مع والديه اللي خدوه بالتبني. خلونا في بداية الأمر، مشكلة شنودة قانونيا وحضرتك توليت هذا الأمر مع الأسرة هتتحل ازاي من الناحية القانونية أستاذ جورج؟ طيب احنا دلوقتي خلينا نتكلم عن احنا في دلوقتي ده يعتبر مهزلة بكل المقاييس. دي اول نقطة لازم نتكلم فيها. انا ما تولدش الموضوع بتاع شنودة، بس حقيقة يعني انا تواصلت مع والدته واحنا على ميعاد يعني ان احنا نتكلم في الموضوع. ده برضو يعني من باب العلم بالشيء. تاني الو سامعاك يا استاذ جورج. الو سامعاك. الو تاني حاجه اللي احنا فيه ده زي ما بقول لحضرتك فهو مهزله. احنا كأقباط ما عندناش حاجه اسمها منع لقانون التبني، ما عندناش حاجه اسمها كده. احنا عندنا التبني ده شيء عادي خالص، وممكن اي اسره تتبنى طفل وتربيه وتكبره ويتنسب لها، دي ما عندناش فيها مشكله خالص. واخواتنا المسلمين برضو عندهم نفس الموضوع، بس اسمها كفاله اليتيم، اللي هو يكفل اليتيم بس ما ينقلوش باسمه او ما يتعاملش معاه كابن. احنا لينا شرائعنا الخاصه، واخواتنا المسلمين ليهم شرائعهم الخاصه، فبالتالي احنا ما ينطبقش علينا هذا الوضع، ولو انه قانونا اللي انا بقوله ده مش صحيح، لان القانونيين هيعرفوا ان قانون الدوله هو الاسلام، فبالتالي كل اللي انا بقوله ده مش هيتطبق علينا. وكتير 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 ناديت على صفحتي على الفيسبوك ان الموضوع بتاع شنودة بالذات عايز تدخل الرئاسة، مش عايز مجرد ان احنا نروح نقدم طلب. الو سامعاك. مش احنا مجرد ان احنا عايزين السيد رئيس الجمهورية تدخل في الامر، لان ما ينفعش باي حال من الاحوال الراجل والزوج وزوجة ما عندهمش اولاد، يجي الكاهن مسؤول عن الكنيسة يلاقي طفل عند باب الحمامات بتاع السيدات في الكنيسة، فياخد الطفل ويديه للأب والأم دول اللي يهتموا بيه ويرعوه لمدة 4 سنين. الطفل شنودة مع والده ووالدته، وأنا بقرر مع والده ووالدته، لأن زي ما احنا عارفين وبنسمع الأب والأم هو اللي ربى، مش اللي خلف ورمى، مش اللي رماه في الشارع هو ده ابوه وامه، لا، ابوه وامه اللي ربوه واطعموه. وزي ما سمعنا في الفيديوهات الكتير 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 اللي كانت بتتكلم فيه والده شنوده وبتقول فيه، انا حتى كنت بعمل له اشكال واصوات حيوانات عشان اجله. يا جماعه، هو في حد في الدنيا يلاقي اب وام زي كده ويسيبهم عشان خاطر يروح يقعد في دور رعايه؟ واحنا عارفين ما ادراك زي ما بيقولوا دور الرعايه والمشاكل بتاعه دور الرعايه، وان هم مش بيطلعوا اسويه لان ما عندهمش التربيه اللي احنا بنشوفها من الابوين. يعني في خلل نفسي في الموضوع، الطفل بيتعرض لخلل نفسي في دور الرعايه، وكتير سمعنا عن المشاكل اللي بتحصل جوه دار الرعايه. ولكن كلمه مسلم بالفطره اللي ترددت في هذا الامر كثيرا استاذ جورج، شايفها ازاي؟ ما تعليقك عليها؟ لا، هو مسلم بالفطرة مش علينا الحقيقة، المسلم بالفطرة على اخواتنا المسلمين، لكن ما تتطبقش عليا انا مسلم بالفطرة. يعني انا ما اخلفش ولد يقولوا لي ده مسلم بالفطرة، لا انا اسف، لا مش هينفع الكلام ده، الكلام ده مش حقيقي والكلام ده مش عندي وما ينطبقش عليا وما يمشيش عليا زي ما بيتقال باللغة الدارجة. النهارده مسلم بالفطرة عند اخواتنا المسلمين، هم المسؤولين عنها، وهم زي ما بيتقال لكم دينكم ولي دين. أكيد. انت مسؤول عن الجزئيه دي، لكن انا طفل لقيناه جوه كنيسه واتاخد وتربى تقول لي اصل هو الولد بالفطره مسلم، لا انا اسف، مفيش حاجه اسمها كده ابدا. انسانيا وعالميا بشتى الطرق مفيش حاجه اسمها ان اخد انتزع طفل صغير 4 سنين من ابوه وامه تحت بند ان الولد ده بالفطره مش مسيحي. هل اصل الولد ده مفيش في القانون
استاذ جورج، ما فيش في القانون انسانيا يتم معالجه هذا الامر انسانيا؟ للاسف القانون هو اعلى من الانسانيات، عشان كده لما بنشوف في الميزان بنشوف اللي ماسك الميزان معصبين عينيه، لان القانون اعمى ما عندوش خيارين. لكن احنا عندنا شرائع خاصه بينا، وان كانت لازم تنطبق فهي هتخبط في الشريعه الاخرى، عشان برضو نبقى عارفين، عشان ناس كتير واسئله كتير بتجيلي بتقول لي طب دلوقتي مش احنا الماده الثانيه في الدستور بتقول ان احنا لينا طبيعه خاصه في 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 في, في احوالنا الشخصيه؟ أكيد. ايوه لينا طبيعه خاصه في احوالنا الشخصيه ان لم يحصل اشكاليه بينها وبين الشريعه الاساسيه للبلد. طيب حضرتك لسه يعني هتتقابل مع والده شنودة، طيب هل هناك اجراءات قانونيه؟ هنمشي اجراءات قانونيه 1 2 3، ايه الاجراءات القانونيه اللي سيتم اتخاذها في هذا الامر؟ لا هو ما فيش غير حاليا في الوضع الحالي فيش غير المناشدات، ان السيد رئيس الجمهوريه يتدخل ودور الرعايه. تخيلي لما الام والاب يروحوا يشوفوا الولد في دور الرعايه اللي قاعد فيها، والولد يشوفهم ويقولوا له لا ده مش موجود، اصل الولد في رحله. يعني يا جماعه انتوا بتخلقوا بني ادم هيطلع مجرم. ما تقوليش النهارده باخد ولد من ابوه وامه وان الولد ده هيطلع سوي، الولد ده مش هيطلع سوي يا جماعه. وانا بقول لكم من دلوقتي شنودة لو ما رجعش لابوه وامه الولد ده هيطلع من المجرمين العتاة كمان. وانا بقولها لك اهو، انا كرؤيه راجل محامي جنايات بقول لحضرتك ان شنودة لو ما رجعش لابوه وامه شنودة ده هيتاثر نفسيا باللي حصل معاه ده. تخيلي ده انا اسف انا عايز اقول حاجه بس عشان ما يجيش يقولوا ده المستشار جورج بيقول كلب وبيمثل الولد بكلب. اللي عنده كلب وبيهرب منه او بيبقى مش موجود معاه او بيموت بيصعب عليه يا جماعه طبعا، والكلب نفسه بيتاثر طبعا. احنا ليه بنتعامل كده؟ احنا ليه بنتعامل كده؟ المسيحيين في مصر مش درجه ثانيه، المسيحيين في مصر مواطنين ويعني من اعلى درجات التوطن عندنا احنا كمسيحيين. يعني احنا بنحب البلد دي وبنعشق ترابها وبنحب الرئيس وبنقف وراه ووقفنا وراه بكل حاجه، واحنا بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الشخصيه اللي كانت دايما بتنادي بتجديد الخطاب الديني والتعامل بالانسانيات وي 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 وي. النهارده يا ريس احنا قدام جزئيه انسانيه بحته من الدرجه الاولى، من فضلك يا سياده الرئيس تدخل والولد يرجع لابوه وامه احسن ما 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 يعني دي هتعمل فجوه بين نسيج الوطن الواحد. انا عارف انا بقول لحضرتك ايه، النهارده اخواتنا المسلمين طالعين يقولوا لا بالفطره مسلم، المسيحيين طالعين يقولوا لا ده اتلقى في الكنيسه يبقى مسيحي. احنا يا جماعه ده احنا بنتكلم كانسانيه، ربنا ابو المسيحيين والمسلمين ما رضوش ابدا اللي بيحصل ده. هل وجوده داخل الكنيسه ده لم يشفع لان هو يستكمل حياته مع ابوين مسيحيين؟ ما هو دللي، هو بيقول لك دللي ان هو اتواجد في الام الكنيسة. رميته يعني جوه الكنيسه، يعني الام شخصيا سابته جوه الكنيسه. احنا مش هنخش في حته جدال هل هو اتواجد جوه الكنيسه ولا بره الكنيسه. انا بتكلم وبقول لحضرتك تاني وبنفس الطريقه ان ربنا ابو المسيحيين والمسلمين مش هيرضيه ابدا 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 اللي بيحصل ده، مش هيرضيه ابدا 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 ان ياخد طفل من ابوه وامه، مش هيرضيه ابدا. مفيش دين هيقول كده، مفيش دين يقول لا ده يتاخد منه. وعلى فكره في صفحاتنا على الفيسبوك وعلى تيوب وكده اخواتنا المسلمين داخلين يقولوا ويأيدونا الراي، لا ما ينفعش يتاخد من ابوه وامه. بس مين المسلمين دول؟ المسلمين المعتدلين اللي بيحبوا البلد ومش عايزين يحصل فيها مشاكل. طبعا. المسيحيين في مصر واخدين حقوقهم، عشان بس ما نبقاش برضو جينا على ما يتقالش ان احنا يعني مع اول حاجه بنخبط في البلد، لا احنا بنخبط في البلد واحنا بنحب البلد ده وبنعشق ترابها. لكن النهارده